عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر علمي في حلقة جديدة من حلقات منهج الفيزياء. سنتعرف اليوم على ظاهرة وايد حلوة وايد لها تطبيقات في حياتنا. أجرى العالم أورستيد تجربة واكتشف من خلال التجربة أن هناك أثر للتيار الكهربائي على إبرة مغناطيس كانت موجودة بالجانب أو بالقرب منه، ولاحظ أن هذه الإبرة تتحرك. تعالوا معنا نشوف شلون هذه الإبرة تحركت وشلون كانت تجربة أورستيد. اللي راح نسويه الحين هي نفس التجربة اللي اكتشف من خلالها أورستيد المجال المغناطيسي للتيار الكهربائي. قام بتوصيل تيار مستمر في سلك، فلاحظ بأن إبرة البصلة تنحرف. لاحظ عزيز الطالب بأن إبرة البصلة اللي عندي لما يتصل تيار كهربائي مستمر في السلك تنحرف إبرة البصلة. وهذا دليل على وجود مجال مغناطيسي يؤثر على إبرة البصلة، لأن إبرة البصلة هي عبارة عن إبرة مغناطيسية تتأثر بالمجالات المغناطيسية، فوجود مجال مغناطيسي قريب منها فهذا يؤثر عليها ويجعلها تنحرف، وهذا اللي خلى أورستيد يدرس المجال المغناطيسي الناتج عن التيار الكهربائي. عرفنا بأن هناك مجال مغناطيسي للمجال الكهربائي. راح نشوف شكل المجال المغناطيسي المتولد عن التيار الكهربائي المستمر. اولا راح نعرضه في سلك مستقيم، فراح نلاحظ لو نثرنا برادة حديد، بعد ما نثرنا برادة الحديد على حول السلك المستقيم اللي عندي، نلاحظ عزيزي الطالب بان هناك دوائر متحدة المركز تشكلت عليها برادة الحديد. السلك هو مركز الدوائر هذه. بعد مرور تيار كهربائي مستمر في السلك، لازم يكون التيار الكهربائي مستمر، ولو قربنا إبرة البوصلة راح نلاحظ بأنها راح تنحرف عن مسارها، مؤكدة وجود مجال مغناطيسي حول السلك الذي يمر به تيار كهربائي. نلاحظ في الملف الدائري عند مرور تيار كهربائي مستمر في الملف الدائري راح تتكون عندي خطوط مستقيمة في المنتصف ودوائر متحدة المركز على الأطراف، وهذا يبين لي أن هناك نوعين من المجال المغناطيسي، مجال منتظم في الوسط ومجال غير منتظم حول الأطراف. وصلنا إلى الملف الحلزوني عند مرور تيار كهربائي في الملف الحلزوني. الملف الحلزوني هو عبارة عن ملف دائري ولكن دوائر وراء بعضها البعض، نلاحظ أن الدوائر وراء بعضها، فنلاحظ بأن المجال المغناطيسي المتكون راح يكون خطوط متوازية في المنتصف، معناته أن المجال راح يكون منتظم في المنتصف. نلاحظ بالدوائر متحدة المركز عند كل دائرة، عند كل حلقة راح يتكون عندي مجال غير منتظم من برا. إذن المجال اللي خارج الملف راح يكون غير منتظم، المجال في قلب الملف راح يكون منتظم. نلاحظ الخطوط واضحة جدا عندي في الملف اللي موجود. بعد أن تعرفنا على شكل المجال المغناطيسي المتولد عن التيار الكهربائي المستمر، راح نأخذ كل حالة بروحها. في البداية راح نبدأ بالسلك المستقيم عند مرور تيار كهربائي في المستقيم، فإن شكل المجال المغناطيسي المتولد عنه هو دوائر متحدة المركز، ومركزها هو قلب السلك نفسه، معناته أنه راح يكون دوائر حول السلك. وطبعا بينت هذه الدوائر لما نثرنا برادة الحديد على هذا السلك. شفنا بأن شكل المجال المغناطيسي المتولد هو دوائر متحدة المركز. انزين شلون نقدر نحدد اتجاه المجال المغناطيسي؟ عن طريق قاعدة جدا سهلة وجدا حلوة نسميها قاعدة اليد اليمنى. قاعدة اليد اليمنى تقول لي بأن الإبهام هو راح يدل على اتجاه التيار الكهربائي. طبعا اتجاه التيار الكهربائي من القطب الموجب الى القطب السالب. اتجاه التيار الكهربائي من القطب الموجب الى القطب السالب يعني هذا هو اتجاه المجال التيار الكهربائي. انزين اتجاه المجال المغناطيسي، انا امسك السلك بايدي، اتجاه التيار راح يكون ابهامي، اما اتجاه المجال المغناطيسي هي اتجاه لفة اصابع ايدي على السلك، فراح تكون بالشكل هذا، معناته الدوائر راح تلف بالطريقة هذه، اتجاه التيار إلى أعلى معناته راح تلف الدوائر معي بالشكل هذا. أما إذا كان اتجاه التيار إلى أسفل معناته إبهامي إلى أسفل،
الدوائر راح تمر بطريقة عكس اتجاه التيار إذا كان إلى أعلى، راح تكون بالطريقة هذه. إذن التيار راح يلف معاي بالطريقة هذه، إذا كان التيار إلى أسفل، إذا كان التيار إلى أعلى راح تلف بالطريقة هذه، يعني من اليمين إلى اليسار. أما إذا كان اتجاه التيار إلى الأسفل فراح تكون من اليسار إلى اليمين. وطبعاً إحنا راح نرسمها على الورقة بأسهم عشان تبين لي اتجاه التيار، المجال المغناطيسي بأي اتجاه تذهب. طبعاً هذه الطريقة إذا كان عندي طريقة على الورق، لكن بالطريقة العملية إحنا نستخدم البوصلة عشان تحدد لي اتجاه المجال المغناطيسي. الاتجاه يمكن تحديده باستخدام إبرة البوصلة من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي لإبرة البوصلة. بعد ذلك وضعها لتستقر باستخدام قاعدة اليد اليمنى، نستخدمها نظرياً قاعدة اليد اليمنى عشان نحدد اتجاه المجال المغناطيسي بحيث أن الأصابع تحدد لي اتجاه المجال. أما المقدار فيحدد شدة المجال المغناطيسي من خلال العلاقة الرياضية اللي تقول لي أن B تساوي ميو نوت I مقسومة على 2 باي في D. وميو نوت هي معامل النفاذية المغناطيسية، وهي في الفراغ تساوي 4 باي في 10 أس سالب 7 تسلا متر لكل أمبير. فإذا إحنا عوضنا فيها في العلاقة الرياضية راح تطلع عندي بي تساوي 2 في 10 أس سالب 7 آي. ما هي العوامل التي تتوقف عليها شدة المجال المغناطيسي عند نقطة بالقرب من سلك مستقيم يمر به تيار مستمر؟ طبعا أول عامل هو نوع الوسط بين النقطة وبين السلك، شدة التيار الذي يمر بالسلك، لأنه هو اللي راح يولد لي المجال المغناطيسي. بعد النقطة عن السلك جدا مهم، لأن كل ما بعدت النقطة عن السلك كل ما قل شدة المجال المغناطيسي عند هذه النقطة. إذن B تساوي ميو نوت I على 2 باي في D. ميو نوت هي معامل نفاذية المغناطيسية للوسط، إذا كان الوسط هو فراغ أو الهواء ممكن أن احنا نعوض عنها، ولما نعوض عنها راح نختصرها وراح تطلع عندي العلاقة الرياضية B تساوي 2 في 10 أس سالب 7 I مقسومة على D. ناخذ مثال نطبق عليه العلاقة الرياضية اللي تعرفنا عليها. تيار كهربائي مستمر شدته 10 أمبير يمر في سلك مستقيم، احسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن مرور التيار عند نقطة في الهواء تبعد 20 سنتيمتر عن محور السلك. العلاقة الرياضية هي B تساوي 2 في 10 أس سالب 7 مضروبة في شدة التيار الكهربائي مقسومة على البعد. إذن B تساوي 2 في 10 أس سالب 7 ضرب 10 مقسومة على 2 من 10 بعد تحويل المسافة إلى وحدة الدولية اللي هي المتر. طبعاً راح تطلع عندي شدة المجال المغناطيسي 1 في 10 أس سالب 5 تسلا. أما شكل المجال المغناطيسي اللي راح يتولد عندي طبعاً هو شكل دوائر متحدة المركز، اتجاه التيار الكهربائي إلى الأعلى حسب الصورة اللي واضحة عندي، لأنه هو حدد لي على الصورة اتجاه التيار الكهربائي، طبعاً هي إلى الأعلى. أصابع إيدي راح تلف من النقطة والخط الواصل بين النقطة والسلك، فراح تلف أصابعي بالشكل هذا. إذن راح تلف باتجاه عكس أقارب الساعة، راح تلف معي بعكس أقارب الساعة. أما اتجاه المجال عند النقطة نفسها راح يكون باتجاه الشمال. المجال المغناطيسي المتولد عن ملف دائري مثل ما احنا عرضنا في بداية الحلقة، ومثل ما هي واضحة الصورة عندي أن المجال المغناطيسي المتولد عن المجال الكهربائي هو منتظم في منتصف الحلقة وغير منتظم عن أطراف الحلقة مثل ما هي الصورة واضحة. طريقة تحديد اتجاه المجال المغناطيسي طبعاً باستخدام قاعدة اليد اليمنى نظرياً وباستخدام البوصلة عملياً. بالطريقة النظرية عن طريق اليد اليمنى بحيث أن هالمرة أصابع اليد راح تمشي مع التيار الكهربائي، أما الإبهام فهو راح يحدد لي اتجاه المجال المغناطيسي المنتظم اللي راح يكون بالمنتصف بين طرفي الحلقة. طبعاً اتجاه المجال المغناطيسي هو الإبهام، اتجاه التيار الكهربائي هو أصابع اليد راح تلف مع الحلقة. فإحنا نشوف اتجاه التيار بأي اتجاه. لما يكون اتجاه التيار الكهربائي بهذا الشكل معناته عندي عمودي على الصفحة، الاتجاه المجال المغناطيسي عمودي على الصفحة إلى الخارج ويحدد بنقطة. أما إذا كان اتجاه التيار الكهربائي بالعكس من اليسار إلى اليمين
معناته أصابعي راح تلف بالطريقة هذه، إبهامي راح يكون عمودي على الصفحة إلى الداخل ويحدد ب X. إذن اتجاه المجال المغناطيسي إذا كان عمودي على الصفحة إلى الخارج نقطة، إذا كان عمودي على الصفحة إلى الداخل بالX. أما إذا استخدمنا الطريقة العملية فطريق البوصلة. عناصر المجال ممكن تحديدها بثلاث عناصر: اتجاه المجال وهو خط مستقيم مار بمركز الملف نفسه، الاتجاه يمكن تحديده طبعا عمليا من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي لإبرة مغناطيسية عن طريق البوصلة، أما نظريا عن طريق قاعدة اليد اليمنى. طبعا شدة المجال المغناطيسي مقدارها هي B تساوي mu not I في ال N مقسومة على 2R، حيث أن N هي عدد اللفات و R هي نصف قطر الملف الدائري. ما هي العوامل التي تتوقف عليها شدة المجال المغناطيسي لملف دائري؟ طبعا مثل ما عرفنا في الملف في السلك المستقيم عندي أول عامل وهو يؤثر على الثلاثة اللي هو نوع الوسط الفاصل بين النقطة وبين الملف الدائري. نوع الوسط شدة التيار الكهربائي المستمر ونصف قطر الحلقة، هذه الثلاثة تؤثر لي على شدة المجال المغناطيسي في ملف دائري. ايضا عدد اللفات للملف الدائري، طبعا الملف الدائري راح تكون لفات فوق بعضها البعض عشان كذي يكون هو ملف دائري، وهذا الفرق بينه وبين الملف الحلزوني. الملف الحلزوني تكون اللفات يم بعضها البعض. عدد اللفات في الملف الدائري، كل ما زاد عدد اللفات كل ما زادت عندي شدة المجال المغناطيسي المتولد. طبعا شدة المجال المغناطيسي راح نحسبها من 2 باي في 10 أس سالب 7 N مضروبة في الآي مقسومة على 2R. نصل إلى الملف الحلزوني. الملف الحلزوني طبعا تحديد اتجاه المجال المغناطيسي أيضا عن طريق قاعدة اليد اليمنى. اتجاه التيار راح يكون الأصابع وراح يلف مع لفات الملف نفسه، أما اتجاه التيار المجال المغناطيسي راح يكون الإبهام، وطبعا راح يكون اتجاه المجال المنتظم اللي موجود في قلب الملف، أما عمليا طبعا عن طريق استخدام البوصلة. عناصر متجه المجال، طبعا عندي متجه المجال الاتجاه الذي يحدد عمليا باستخدام البوصلة ونظريا باستخدام قاعدة اليد اليمنى، أما المقدار فهو يحسب من العلاقة الرياضية B تساوي 4 باي في 10 أس سالب 7 N اللي هي عدد لفات الملف مضروبة في I شدة شدة التيار الكهربائي مقسومة على L اللي هي طول الملف نفسه. ما هي العوامل التي يتوقف عليها شدة المجال المغناطيسي عند محور ملف حلزوني؟ طبعا هما 4 عوامل: نوع الوسط، شدة التيار الكهربائي المستمر الذي يمر في الملف، طول محور الملف، وعدد لفات هذا الملف، حيث أن شدة المجال المغناطيسي B تساوي 4 باي في 10 أس سالب 7 N عدد اللفات، I شدة التيار الكهربائي، وL اللي هي طول محور الملف. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.